قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من الفوائد أن الآية تشمل أهل الكتاب وتشمل غيرهم من هذه الأمة، فهي عامة، فكل من كتم شيئا من شرع الله عز وجل فإنه يدخل في ضمن هذا الذم وفي ضمن هذا الوعيد، ولا سيما هذه الأمة، لأن هذه الأمة هي أشرف الأمم، فإذا كتم بعض أهل العلم هذا العلم الذي منحهم الله عز وجل لهم كانوا أعظم جرما وأعظم ذنبا. ولذلك ليس المقصود هنا فقط ذم من كتم العلم فقط، بل يتعين على أهل العلم أن يبينوا شرع الله. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فواجب تبليغ العلم الشرعي. وهذا الكتمان الذي ذم به هؤلاء يشمل أنواعا كثيرة، يدخل من ضمن من يكتم العلم، من يكتم العلم ليس كتمانا لظاهره بل كتمانا لمعناه، يأتي إلى النصوص الشرعية وإذا به يظهرها ولكنه يحرفها ويحرف معناها. هو يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يوجه تلك النصوص حسب مراده وحسب هواه وحسب شهوته وحسب ما يريده من تحقيق مصالح له، ومن ثم فإن هذا كتمان للعلم الشرعي، بل من التدليس، بل من أعظم ما يكون من كتمان العلم أن تظهر أن هذا من شرع الله وليس من شرع الله. نعم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الساكت عن الحق في بيانه شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. فهناك شيطانان: شيطان يكتم الحق ويسكت عن الحق، وشيطان ناطق هو الذي يظهر الباطل. فما ظنكم فيمن أظهر الباطل على أنه صورة حق؟ فهذا تدليس على الناس،